السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من كورس تعليم الكروشيه من الصفر أو من البداية. النهاردة معنا الفيديو رقم 10 وهنتعلم فيه التزايد والتناقص لغرزة النص عمود. وطبعا احنا عملنا الفيديو اللي فات كان التزايد والتناقص في غرزة الحشو. عملت مجموعة من الأسطر عشان نتعلم عليها ازاي نعمل تزايد في النص عمود. هرتفع سلسلتين اللي هما ارتفاع غرزة النص عمود وهبتدي ألف الشغل وهدخل في أول غرزة وبرضو كلمة تزايد يعني بعمل غرزتين في غرزة واحدة، بلف وبدخل في نفس الغرزة أعمل تزايد. هي كلمة تزايد يعني إن أنا بعمل غرزتين في غرزة واحدة بالشكل ده، غرزتين في غرزة واحدة زي فكرة غرزة الحشو برضو، بس دي غرزة النص عمود ما فيش اختلاف كتير بينهم، هي نفس الفكرة. بس طبعا عشان اخواتي المبتدئات يبقوا برضو عندهم الكورس كامل في كل الغرز عشان ما يحتاجوش ان هم يدوروا في اي مكان على حاجة تحيرهم. تمام، اهو انا بشتغل نص عمود وبعد كده في نفس الغرزة بشتغل نص عمود. ادي كده انا خلاص قربت اخلص السطر. هتلاحظي ان العدد بتاعك الضعف. طبعا انتي انا بعمل لك السطر كامل غرز نص عمود، لكن انتي طبعا هتبقي حسب الباترون بتاعك، ممكن يقول لك زودي في اول السطر زودي في اخر السطر حسب الشغل اللي انت شغاله بيه. ممكن تزودي في اول غرزه، الغرزه اللي بعدها لا، الغرزه اللي بعدها اه، حسب الشغل اللي انت مطلوب منك. انا زودت عشان ابين لك الفرق، بس عشان يبقى الفرق باين في غرزه التزايد. تمام، هنعمل مع بعض دلوقتي غرزه التناقص في النص عمود. برده عملت مجموعه برده من الاسطر نص عمود، هرتفع سلسلتين وهبتدي اشتغل برضو الغرز التناقص. هلف كده هدخل في اول غرزة واسحب، بقى معايا 3 حلقات مش هشتغلهم، هلف وادخل في الغرزة اللي بعدها واسحب، بقى معايا 5 حلقات هطلع منهم كلهم. وده كده التناقص بتاع النص عمود، بلف بدخل في الغرزة وبطلع منها وادخل في الغرزة التانية واطلع منها، ثواني لا، بلف لفة وبدخل في الغرزة الأولانية أطلع منها وألف تاني وأدخل في الغرزة اللي بعدها وأطلع منها، بقى معايا 5 حلقات. بسحب كده بقى معايا حلقة واحدة بالشكل ده أهو. أنا كده بعمل تناقص في الغرزة نص عمود، بسحب كده أهو. وزي ما اتفقنا أنا بعمل لك على السطر كامل، بعمل لك غرزة النص عمود تناقص على السطر كامل عشان تشوفي التناقص. لكن زي ما اتفقنا انت الباترون هو اللي بيحكمك، انت عايزة تعملي تناقص في اول السطر في اخر السطر حسب الباترون اللي انت شغالة عليه. اهو كده شايفين، اهو بقى معايا 4 غرز بس. هرتفع السلسلتين بتوعي وهبتدي انقص برضو بنفس الطريقة، بدخل في اول غرزة والف وادخل في تاني غرزة واخد الغرز كلها معايا مع بعض، بلف الخيط وادخل في اول غرزة وبعدين بلف الخيط وادخل في تاني غرزة وبسحب بالشكل ده. يبقى انا كده عندي تناقص، هرتفع سلسلتين، انا كده خلاص مبقاش عندي غرز تاني، خلاص خلاص شايفين كده بقت غرزة التناقص في النص عمود. سهلة وبسيطة ومش محتاجة يعني مجهود او اي حاجة. وانا دايما بجمع لكم التناقص والتزايد لان الفيديوهات صغيرة قوي، فبعمل لكم التزايد والتناقص في فيديو واحد. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هعمل لكم التزايد والتناقص في غرزة العمود بلفة. قولوا لي ايه رأيكم في الشغل، ولو عجبكم الشغل اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وعشان يوصلكم كل جديد. هنخلص الكورس ان شاء الله ونرجع لشغلنا بتاع القناة العادي، الألعاب والمفارش وكل اللي انتوا عايزينه. حضروا كده لستة بالحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها معايا عشان نعملها في الفترة اللي جاية. كانت معاكم رضا أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.